أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها بأبرز العناوين. أستاذ جامعي يمني يروي لموقع المشاهد كيف وصل إلى الحدود اليمنية السعودية أثناء المعارك. ومن أخبار اليوم، صحيفة الروسية تتساءل هل تتحول اليمن إلى ساحة حرب مباشرة بين إيران والسعودية؟ ومن الموقع بوس، بن مبارك يروي تفاصيل اختطافه من قبل الحوثيين، ربطوا يدي واتهموني بالتجسس لواشنطن. ومن الأخبار المنوعة الواردة في صحيفة القدس العربي، نيوزيلندا تودع قطة رئيسة الوزراء إثر حادث داس. أهلا بكم. في تقرير له من الحدود اليمنية السعودية، يروي موقع المشاهد نت جزء من معاناة الفارين من الحرب في اليمن، وعنوان الموقع: المشاهد يعرض قصص ناجين من الموت في الهجرة إلى السعودية. ويقول الموقع أنه في ظل استمرار الحرب التي خلفت أوضاعا صعبة يعيشها اليمنيون، يحاول الآلاف منهم الهروب من جحيم الحرب ومن شبح الجوع والجزع بأنفسهم إلى البلدان، أو عفوا الزج بأنفسهم إلى البلدان المجاورة بطريقة غير شرعية رغم المخاطر التي تلحق بهم. ويسرد الموقع قصة أستاذ جامعي عمل في جامعة صنعاء ثم لجأ إلى الهجرة غير المشروعة إلى السعودية. وقال محمد المعقلي للمشاهد: كنت أعمل في التدريس في الجامعة بمرتب يكاد يغطي لقمة العيش، وبعد انقطاع رواتب الموظفين ذقنا الويل وبات يخيم علينا شبح الجوع. ويضيف: منذ أكثر من عام ونحن ندرس بدون رواتب، أو ندرس بدون رواتب، لا أحد يلتفت لمعاناتنا، فاضطررت للمغادرة إلى السعودية رغم معرفتي بالمخاطر التي تلحق بالمتهربين خصوصا في ظل الحرب، وقد عانيت كثيرا من مشاق التهريب والجوع والعطش، ذقت الويل أنا والمئات من رفاقي. ويضيف المعقلي: إن من ينجو من السلطات لا ينجو من عصابة مسلحة لأثيوبيين تتخذ من الأراضي السعودية الحدودية مع صعدة مقرا لها خارج السلطة السعودية، تعمل على نهب اليمنيين الفارين من جحيم الحرب وقتل من يحاول الهرب. ويؤكد أنه نجا بعجوبة من تلك العصابات التي حاولت قتله واعتقلت العديد من رفاقه، مما جعله يسلم نفسه للسلطات السعودية التي قضى في سجونها 20 يوما، وبعدها تم ترحيله إلى اليمن وعاد للوضع الصعب وللجحيم الذي تسببت به الحرب. العديد من العناوين وردت في صحيفة أخبار اليوم، منها: رئاسة الجمهورية تنفي فرض السعودية قيودا على الرئيس أو الوزراء. ومن عدن: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري على البحث الجنائي إلى 93 شهيدا وجريح. وعنوان أيضا: صحيفة الروسية تتساءل هل تتحول اليمن إلى ساحة حرب مباشرة بين إيران والسعودية. ومن تعز: مقتل أكثر من 20 حوثيا غرب المدينة. ومن المحافظة أيضا: المحافظ المعمري يتوعد عددا من التجار في تعز، ويؤكد أن الرواتب ستصرف خلال يومين. دار حوار بسيط بين الكاتب حسن العديني وحفيده الصغير القادم من مدينة تعز المحاصرة، والتي تتعرض لموت يومي. وقد لخص حسن العديني ما يتعرض له أطفال المدينة وكيف يحملون وجعهم أينما ارتحلوا. وقال في جزء من المقال المنشور في الموقع العربي صاعد: فاجأني حفيدي بالسؤال، هل جهنم مدينة تشبه تعز؟ لم يكن تخطى الخامسة والآن على مرمى أيام من السابعة. أعيده عليه، فتندو منه ابتسامة توحي بأنه عبر ببراءة عن الشبه بين جهنم التي رأى حمامها وبين ثانية في علم الرحمن، أو لأنه لم يعد مهتما مثل ما كان وسط الأهوال بعد أن استقر في القاهرة وانشغل بالمدرسة والأصحاب والألعاب.
ولذلك لم يعرف أن الرصاصة والقذائف اخترقت منزل جده، وأن شظية أصابت ابنة عمته اليافعة وسببت لها إعاقة ستلازمها حتى القبر. الأربعاء الماضي لم يرى حفيدي جثث الأطفال متفحمة بعد مذبحة ارتكبها الحوثيون في حي برباشا بتعز، لكن طفلا في سنه وقف أمام صف جثث ملفوفة بالأكفان في صورة تسفع ضمير الإنسانية. في أيامها الأولى وقبل أن تقترب الحرب من تعز، نصحت أقارب لي بأن يرتبوا أوضاعهم قبل عاصفة عاتية ستجتاح المدينة، وخالفني بعضهم وسأل باستنكار: لماذا؟ وما المبرر؟ ولم يخلو السؤال من وجاهة، فتعز المدينة والمحافظة مخلوقة من طين الرحمة، انغمس أهلها بشواغل الحياة، لا يحملون السلاح إلا في امتحان الشجاعة عندما يتعرض الوطن للخطر أو تفرض الكرامة رد الصاع. إنما للحقيقة وجهان كما يقول محمود درويش، وما تبدو عوامل سلام هي ذاتها مسببات الحرب. من هذه الزاوية نفهم أن تعز لابد أن تدفع ثمن التطهر من سلوكيات جماعات في اليمن تعيش دائما على النهب وقطع السبيل، ذلك أن أبناء تعز اعتادوا على أن يضربوا في الأرض وأن يشتغلوا في أشرف المهن، وهم أكثر الناس في هذه البلاد تطلعا إلى المعارف. لا عجب إذن إن كان أكثر من نصف الحرب في اليمن تدور في هذه المحافظة، ونصفها الباقي في 10 محافظات أو أكثر. تقرير لموقع المصدر أونلاين يقول إن الحرب عادت إلى بدايتها، وعنون الموقع: حرب اليمن تعود إلى نقطة الصفر بعد إطلاق الحوثيين صاروخ باليستي على الأراضي أو على الرياض. وقال الموقع إن الصاروخ الذي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثي مساء السبت الماضي على العاصمة السعودية الرياض، عادت الحرب الدائرة في اليمن بين التحالف العربي المساند للحكومة الشرعية والحوثيين إلى نقطة الصفر، وهو ما ينذر بإطالة أمد الصراع في البلد الذي يعاني إحدى أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم. ويضيف الموقع إن قرار إغلاق كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية لليمن أعاد إلى الأذهان الأيام الأولى للحرب، عندما ظل آلاف العالقين داخل وخارج اليمن مع توقف كافة المطارات والموانئ. وأعرب سكان في صنعاء عن خشيتهم من تفاقم الأوضاع المعيشية بشكل أكبر مع تصعيد الأخير وإغلاق المنافذ، فيما يتصاعد الهلع من احتمال انعدام المواد الغذائية تماما جراء توقف الموانئ كما حدث مع بداية الحرب. إلى موقع الموقع بوست، والذي ترجم مادة نشرت في واشنطن تتحدث عن تجربة سفير اليمن في الولايات المتحدة حين كان معتقلا لدى ميليشيات الحوثي صالح، وعنون التقرير: بن مبارك يروي تفاصيل اختطافه من قبل الحوثيين، ربطوا يدي واتهموني بالتجسس لواشنطن. وقال أحمد بن مبارك إن مجموعة من مسلحي جماعة الحوثي قاموا بخطفه من مكتبه في إحدى ضواحي صنعاء وربطوا يديه واتهموه بالتجسس لصالح أمريكا وتجنيد يمنيين للانضمام إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وقال إنه كان يعتقد أن عملية الخطف ربما تكون لبضع ساعات، وذكر بأنه رفض الحديث وأصر على الاتصال بزوجته إشراق التي طالبته بالتماسك، وكان لذلك دورا كبيرا في صموده. ويضيف معدو التقرير نقلا عن بن مبارك: حافظ الحوثيون على بن مبارك معزولا في الظلام ثم أيقظوه للاستجواب. ويشير بن مبارك في حديثه لأنه كان يعرف شخصا واحدا من الحوثيين عمل معه خلال المفاوضات حول الدستور الجديد. وأضاف: قال لي الحوثيون أن الرئيس انتهى، قلت لنفسي إما أنهم سوف يقتلونني أو لن يطلقوا سراحي على الإطلاق. وبعد 9 أيام وضعني الخاطفون في سيارة وقادوها لمدة 3 ساعات، ثم تم اقتياده إلى منزل أحد أصدقائه، وقيل له أن يغادر البلد في غضون 24 ساعة بما لديه من ملابس فقط، وأخذوا كل شيء منه ولم يعطوهم أي شيء. قائد مجموعة من الوحدات العسكرية الأمريكية التي حاربت في أفغانستان والعراق سابقا، إريك غويندر،
كتب مقالا ترجمه عبد الرحمن الحسيني وأعادت نشره صحيفة الغد، وقال في جزء من المقال الذي حمل عنوان حان الوقت للتراجع عن الحرب على الإرهاب. على الرغم من تزايد الأدلة على حالات فشل الحرب على الإرهاب، فإن ترامب يضاعف الرهان عليها. وقد أشار وزير الدفاع جيم ماتيس مؤخرا إلى أن الولايات المتحدة ستوسع حربها على الإرهاب في أفريقيا، حتى أنها تعد العدة مرة أخرى لزيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان. وقد وعد ترامب بتحقيق النصر في أفغانستان وبإلحاق هزيمة سريعة بداعش، لكنه عرض القليل عن الكيفية التي ستتمكن بها هذه الاستراتيجية من تغيير أو تحقيق الأهداف الأمريكية. ويقول التاريخ إن هذه الجهود ستفعل النزر اليسير من حيث تغيير الحقائق على الأرض في أفغانستان أو غيرها، أو حتى لجعل الأمريكيين أكثر أماناً من الأساس. بدلاً من ذلك، من المرجح أن يفضي العمل الأمريكي المستمر إلى تأجيج المظالم وتضخيم عدم الاستقرار في المنطقة وتوليد عواطف أكثر عداءً لأمريكا. وهناك وفرة في الأدلة على تنامي العداء لأمريكا في المنطقة منذ 11 سبتمبر، وتكشف بيانات المسوحات من مركز أبحاث بيو عن زيادة ثابتة في المواقف المعادية لأمريكا بعد غزو العراق. وتوضح دراسات عدة بالإضافة إلى بيانات المسح أن لدى جماهير الشرق الأوسط وجهات نظر سلبية تجاه استخدام الطائرات الأمريكية المسيرة، وهي من الأدوات الأكثر شيوعاً في الحرب على الإرهاب. والأسوأ من ذلك ما وجده البارومتر العربي من أن ما يتراوح بين 53% و54% من المواطنين في مصر والأردن والعراق واليمن وتونس والجزائر يشعرون بأن التدخل الأمريكي يبرر الهجمات على الأمريكيين في كل مكان. في الموقع الأخباري التابع للجيش الوطني، يدعو رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن طاهر العقيلي أهالي مديرية أرحب شمالية العاصمة صنعاء إلى عدم تعريض قراهم ومناطقهم للخراب، كما تعرضت مديرية نهم التي كان بعض أبنائها ضحية للميليشيا الانقلابية. ويستند موقع سبتمبر نت إلى مقابلة تلفزيونية مع رئيس هيئة الأركان أشاد فيها بدور أبناء مديرية نهم شرفاء وببسالتهم ضمن قوات الجيش الوطني الذي يخوض معركة وطنية لاستعادة الدولة من الميليشيات الانقلابية. وأشار العقيلي إلى تفوق الجيش الوطني والذي يعمل على تجنب حياة المدنيين للخطر، لعل وعسى تعود الميليشيا إلى رشدها. وأكد أن الوضع العسكري متقدم في مختلف الجبهات، وأن تحرير صنعاء هدف لكل يمني وعربي شريف، وأن ما يخوضه الجيش الوطني بمساندة التحالف العربي هي معركة كرامة بكل ما تعنيه الكلمة. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية والعالمية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ردت صحيفة الشرق الأوسط على ما ورد في صحيفة أسوشيتد بريس، والتي عنونت بأن السعودية تمنع الرئيس هادي من العودة إلى البلاد، وذلك عن طريق نقلها لتصريحات الرئاسة اليمنية، والتي أعربت عن استغرابها الشديد من تداول قنوات ومواقع إخبارية لما وصفته بالأكاذيب حول وضع الرئيس هادي. وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، وكما تقول صحيفة الشرق الأوسط، نقلت عن مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية نفيه لصحة ما تم تداوله بخصوص وضع الرئيس هادي أو أي من وزرائه بأنه تحت الإقامة الجبرية في الرياض.
وشدد المصدر على أن مثل هذه الأكاذيب تنطوي ضمن حملة ممنهجة تستهدف المملكة العربية السعودية التي تقود معركة لوقف التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة. وفي هذا التوقيت الذي تقترب فيه قوات الشرعية من العاصمة صنعاء وتحرز تقدما ملحوظا على كل الجبهات. فاروق الكمالي وفي تقرير أعده لصحيفة العرب الجديد قال بأن إغلاق المنافذ اليمنية من قبل التحالف أدى إلى حالة من الهلع في أسواق المدن اليمنية، حيث هرع السكان إلى محال المواد الغذائية واختفى البنزين من المحطات الرسمية وارتفعت أسعاره في السوق السوداء بنسبة 100% وانعدام غاز الطهو من منافذ البيع الرسمية ليظهر في السوق السوداء بسعر مضاعف. السكان أو سكان محليون قالوا بأن أسعار سلع القمح والدقيق والسكر والأرز في العاصمة صنعاء ارتفعت بنسبة 200% واختفى البنزين من محطات التعبئة الرسمية، ما دفع حافلة النقل الداخلي لرفع أسعار النقل من 50 إلى 100 ريال للراكب الواحد. هذا ما أدى إلى تقلص عدد باصات النقل الداخلي إلى النصف، وبدأت شوارع المدينة خالية من المركبات وعشرات من المواطنين يقطعون المسافات مشيا على الأقدام، إما لعدم توفر حافلات أو لرفضهم رفع أجرة الراكب بنسبة 100%. الغاز المنزلي الذي ينتج محليا اختفى من منافذ البيع الرسمية التي كانت تبيع بسعر مرتفع 4200 ريال للإسطوانة الواحدة، وظهر في السوق السوداء بسعر 8000 ريال للإسطوانة. واستغل التجار إغلاق المنافذ لرفع الأسعار، حيث رفعت أسعار السلع المصنعة محليا ومنها الفاصوليا المعلبة والزبادي والحليب بنسبة 20%، ورفعت المخابز أسعار الخبز بنسبة 15% على خلفية ارتفاع أسعار الديزل. في مقال لخالد الرويشان تحدث فيه عن شواغل الناس وهي ما يفترض أن تكون مشاغل الساسة أيضا. وقال الرويشان: قوائم المطلوبين نكتة آخر السنة، مجرد زوبعة في فنجان. هناك ما هو أهم، عودة هادي إلى عدن أهم، إلغاء الرسوم على اليمنيين في السعودية أهم لو كنتم تعلمون، الاهتمام بتعز، تعز هي خاصرة اليمن، ثقوا أن لا شمال ولا جنوب بدون تعز، الاهتمام بالبيضاء، إذا سالت البيضاء سالت اليمن معها، ولكنكم لا تريدون مطرا ولا سيلا، بات الشعب يعرف كل شيء، الاهتمام بالطلبة اليمنيين في الخارج أهم، هم صوت اليمن وصورته في كل مدينة ودولة في العالم. قرص أذن الإمارات أهم، كفاية لعب، كل ذلك مهم، لكن الأكثر أهمية نواياكم. ماذا تريدون بالضبط الذي يقسو على مليوني يمني مغترب بالرسوم المتصاعدة ودعاوى السعودة وهم ضيوف لديه بين مغترب وهارب ولاجئ؟ كيف له أن يحن على 30 مليونا وهم بعيدون عنه محاصرون في وطنهم؟ سنعرف حسن نيتك أولاً في معاملة ضيوفك من اليمنيين المغتربين وهم يموتون كل يوم حائرين بين وطن يحترق وغربة حارقة تكوي أكبادهم برسومها وقراراتها وقسوتها. تريد عودتهم لبلادهم، سيكون ذلك أسوأ قرار في تاريخك، نتيجته مريعة ولن أزيد. إلى أين تريدهم أن يذهبوا؟ لسوء الحظ ألمانيا بعيدة وكندا أبعد. المغتربون لديك رأس الرمح لكنك لا تعرف ولا تريد أن تعرف. ومن أخبار صحيفة القدس العربية الأكثر غرابة عنوان: القطة الأولى في نيوزيلندا تلقى مصرعها دهسا. حيث لقيت القطة الأولى في نيوزيلندا دهسا تحت عجلات سيارات بالقرب من منزل صاحبتها رئيسة وزراء البلاد جاسيندا أردنوند. جاء ذلك بحسب خبر نقلته إذاعة نيوزيلندا الجديدة. أكد مصرع القطة بادليز التي اشتهرت في البلاد بلقب القطة الأولى، لكن صاحبتها رئيسة الوزراء أردنان ونعت رئيسة الوزراء قطتها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت قائلة: كل شخص فقد حيوان أليفا سيعلم قدر الحزن الذي نشعر به، مشيرة أن قطتها كانت محبوبة كثيرا من الجميع وليس من قبلنا فحسب. حظيت القطة بادليز بلقب القطة الأولى بعد أن ظهرت على ذراع رئيسة الوزراء
أردران في أول مؤتمر صحفي لها بعد فوزها بالانتخابات الأخيرة. ومنذ ذلك الحين باتت القطة محط اهتمام وأنظار الكثير من المتابعين، حتى أنها كانت تمتلك حسابا على موقع تويتر. يبدو المستقبل العربي قاتما، وفقا لكل الحسابات المتوافرة على صعيد الظرفين الذاتي والموضوعي، يصبح من قبيل دفن الرأس في الرمال، ادعاء امتلاك القوة داخليا أو توفير الحصانة من جانب القوة الخارجية. هذا جزء من مقال كتبه أحمد جابر في صحيفة الحياة اللندنية، مضيفا في جزء من المقال: في الداخل كما في الخارج تستوطن عوامل ضعف وتتجمع عناصر ارتباك وحيرة. داخليا تحكي البنية الأهلية العربية سيرتها المتعثرة بطلاقة، خارجيا تفضح سياسات طلب الاستحرام ماضي وحاضر التبعية العربية، ومع إدراك التبادلات السياسية العالمية ومع تغيير موازين القوى بين الأقطاب العالميين، صارت كلفة الرحمة الخارجية عالية على كل الأصعدة، وفاتورة الشروط باتت فوق ما تستطيعه بين الدول العربية التي ما زالت مستقرة حتى الآن. وهذا يعني أن رحمة الخارج أو الرأفة بأوضاع من يطلب الرأفة صارت عبئا إضافيا على الداخل الذي يرزح أساسا تحت أثقال الخضوع لأكلاف النظام الرسمي العالية. ولا ينفع ضعف الحال كثيرا إذا لم يترافق الوصف مع سياسات الخروج من مأزق واقع الحال. سنرد ما تفعله إيران في سوريا والعراق واليمن، وحيث تصل سياساتها التوسعية، ونتأسى على فلسطين وبريطانيا تحتفل بذكرى تنظيم سرقة فلسطين، ولا نتوانى عن طلب دعم بريطانيا في مواجهة إسرائيل والطامحين الإقليميين الجدد. وبعدها نجلس في صالات الانتظار أو على مقاعد انتظار نتائج تفصيل المصائر والأقدار، بالتحالف والتنسيق والتواصل مع من كانوا سبباً أساسياً في سوء ماضينا وحاضرنا والمستقبل. وكل وعد بالفور، وبلادنا العربية في منجاة من وعود بالفورية إضافية. من موقع شبكة البي بي سي صور متنوعة لمجموعة أحداث حول العالم، نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كشك الصحافة، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بخير.